الصباح وفي التقاء الشكل تحت عريشة فضفاضة وصورة المعنى وفي مكان نهايتي وبدايتي وأذاني واترك بنادئ لست مواطنا أو لاجئا واحدا لا غير شيئا هادئا في الطرف الخفي من الزنابق قد يعوضني كثير آيات كنت أحصيها دقائق أو في الانتظار يصيبني هوس برصد الاحتمالات الكثيرة ربما نسي فضاع عنواني وضاع الهاتف المحن قطعت شيء وقالت لا نصيب لك وربما انشغلت بأمر طارئ أو رحلة نحو الجنوب لكزور الأمسى واتصلت ولكن لم تجدني في الصباح فقد خرجت